حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم وفي حلقة النهاردة هنعمل ريفيجن على The First Four Lessons in Geometry يلا بينا نبدا وفي الحلقه النهارده هنراجع على the first four lessons اللي كانوا في الجيومتري تعالوا نبدا باول question choose the correct answer اول question بيقول لي a tangent to a circle of diameter length 6 cm is at a distance of how many centimeters from its center انتوا فاكرين لما شرحناها قلنا ان انا عندي 3 positions to the line with respect to the circle the line ممكن يكون distant to the circle او بنسميه outside the circle the line ممكن يكون tangent to the circle وفي الحالة بتاعت التانجنت ايوه the distance between the center and the tangent is equal to the radius يبقى انا هنا معايا tangent وعايز ال distance of this line from the center يبقى equals the radius طب ال radius في السؤال هنا قال لي of diameter length 6 cm لو ال diameter of the circle 6 cm بيكون ال radius half the length of diameter نص الرقم وبالتالي الاجابة الصحيحة هي 3 Question 2 A circle can be drawn passing the vertices of A circle ممكن تترسم ده كان listen For identifying the circle أقدر أرسم Circle بتعدي على طبعا بتعدي على أي triangle أي نوع triangle circle هتعدي على 3 points بتوعه طيب هل أقدر أرسم Circle passing through the vertices of rhombus الحقيقة لأ لان الدياجونالز بتوع الرومبس نوت ايكوال اللينس وبالتالي ما ينفعش طيب هل اقدر ارسم سيركل تعدي على ترابيزويد برضو لا الا لو كان ايسسلس ترابيزويد دي في الحاله دي كنت اختارها طب الباراليلوجرام برضو لا ده يعني الشرط اللي بيحكمني هنا ان الدياجونالز بتوع الكوادراتيك اللي انا هختاره يكونوا ايكوال اللينس موجوده عند مين ايوه موجوده عند الريكتانجل يعني اقدر ارسم circle passing through vertices of rectangle او سكوير او isosceles trapezium او isosceles ترابيزويد طيب question 3 بيقول AB is a diameter in circle M. AC and BD are two tangents to the circle. Then what is the relation between AC and BD? الحقيقه أننا عندي circle، السيركل دي كان عندها diameter، ال diameter اسمه AB، وأتمنى من حبايبنا وانتوا بتحلوا مش بنحفظها، احنا بنعمل اللي بيتقال ده، يعني circle فيها diameter اسمه AB، ادي ال diameter، طب قال لي هنرسم عندنا تانجنت فروم ذا بوينت A، طبعا التانجنت والديامتر، ها، حد فاكر؟ التانجنت والديامتر كانوا بيربنديكولار تو ايتش أذر، مين ومين؟ التانجنت And طيب وبرضه هنرسم تانجنت تاني من عند البي اسمه بي دي برضه هيكون perpendicular والسؤال هو ايه علاقة التو تانجنتس دول ببعض؟ يعني ايه علاقة التانجنت الأول اللي هو AC تمام بالتانجنت التاني اللي هو دي هنلاحظ إن في perpendicular هنا أهو وفي perpendicular هنا أهو وبالتالي التو تانجنتس كانوا parallel تو إيتش أذر Type Udi Aslan Kenet. And then, corollary betul: In the two tangents drawn from the end points of a diameter of a circle, are parallel. Ubatar parallel to each other. Type question number four. Be only a circle with a circumference of six by centimeter, and the straight line L is distant from its center. باي 3 سنتيمتر في ستريت لاين ما نعرفش البوزيشن بتاعه فين كان الديستنس بتاعته ما بينه وما بين السنتر كانت 3 سنتيمتر والسؤال هو then the straight line L is tangent ولا second ولا outside the circle ولا diameter طيب انا عندي السيركل اوف سيركمفرنس اوف 6 باي فاكرين الرول بتاعت سيركمفرنس لما شرحناها في ليسن 1 واصلا كانت عندنا في جريد 5 وجريد 6، الرول بتاعت السركونفرنس هي: diameter times باي او 2 باي r، يعني لما يكون السركونفرنس 6 باي زي دي، يبقى ال 6 دي هي الديميتر، وده معناه ان الراديوس radius length equals half this 6، يعني 3 سنتيمتر، يبقى كده عرفت ال radius ب 3. Uh, اه، وال distance بتاعت ال straight line ده to the center of the circle برضو 3 لما بيكونوا ايكوال في الحالة دي بيكون الستريت لاين دوت is a tangent to the circle طب امتى كان يكون second لو كانت الديستانس بتوين ذا لاين اند سنتر جريتر ذان ذا radius في الحالة دي هختار second طب سوري uh, لو كانت less than less than not greater than اما لو كانت greater than الديستانس كنت اختار outside the circle يبقى tangent lau radius equal distance type second lau distance without the line less than the radius length outside the distance between the center and the line is greater than the radius length question 5 بيقول, m and n are two intersecting circles both their radii are 3 centimeter and 5 centimeter Then MN، حد فاكر اسم MN؟ ايوه، MN كان هو Line of Centers او The Line Join او The The Distance Between The Two Centers. MN as a straight line, Line of Centers. MN يعني الـ Line Segment اللي متوصله من First Center to The Second Center اللي هي MN. طيب هما في الانترسيكتنج كانوا ايه؟ اه انا كان عندي برضو 6 different positions of two circles together، وكان كل واحدة ليها علاقة بالتو radii. لما كانت two circles distant، يعني بعاد عن بعض، كان MN greater than the sum. greater than the sum. طيب، ولما كانوا touching externally، كان MN equals the sum of R1 and R2. Exactly. طيب لما كانوا intersecting، ده question بتاعنا، كانت ال MN between the difference and the sum between the difference and the sum وبالتالي في الكويستشن ده هي between the difference with sum يعني بنقول عليها greater than ومش equal greater than the difference the difference بين ال5 وال3 هو 2 والsum بتاع ال5 وال3 هو 8 وبالتالي هختار the open interval 2 and 8 يبقى هو between Two and eight, the last one. تعالوا بينا نروح على the board ونحل مع بعض a few questions. يلا بينا. وتعالوا نشوف question number two. In the opposite figure, AB and BC are two chords in the circle M, which has radius length. Of five centimeter. I will that I the radius is five centimeter. This five centimeter radius. And MD perpendicular to AB, which intersect AB at D, and intersect the circle at E. X is the midpoint of BC. AB equals eight centimeter. and the measure angle ABC equals 56 degrees. السؤال الأول بيقول أو المطلوب الأول find measure angle DMX. طيب تعالوا نبص كده فين الأنجل DMX؟ أدي DMX يبقى أنا مطلوب أعرف the measure of angle M. طيب من الـ اللي عندي أنا عندي already إن MD is perpendicular to AB ودي واضحة في السؤال. طيب عندي كمان given ان x is mid point of BC طيب كانت اول theorem عندي if x is mid point in the chord so mx is perpendicular يبقى استفيد ان الجزء دوت perpendicular يعني عندي كمان انجل 90 هنا يبقى انا عندي انجل 90 هنا وعندي انجل 90 هنا طيب الشكل اللي قدامي دوت quadrilateral the sum of measures of angles or interior angles of any quadrilateral equals 360 يبقى لو عايز أجيب measure angle DMX بنكتب زي ما قلنا كده since بوينت is midpoint X is midpoint of BC يبقى therefore MX Is Perpendicular to BC. Okay, I can say that measure angle MXB equals 90 degrees. When I already measure angle MDB 90 degree Since the sum of measures of interior angle of quadrilateral 360, when i given in angle B 56, i in measure angle.

اول مطلوب 180 minus 56 يعني 124 degrees المطلوب الثاني بيقول لي find the, -E. the length of DE عايز اعرف اللينث length of DE الجزء اللي هو تحت الكورد طب الجزء ده اجيبه ازاي؟ طب تعالوا نراجع كده كان في radius length هنا 5 no يعني from M to E كل دي 5 سنتيمتر طيب وعندي كمان ان the length of AB كله في الكويستشن كان 8 دي كانت معلومة طيب مش دي كده MD is perpendicular to AB هستفيد ان D is midpoint يبقى دي اول حاجة اقولها perpendicular بستفيد midpoint عكس midpoint بستفيد perpendicular طيب بعد كده طبعا AB كله كان 8 يبقى بالتالي الجزء ده 4 والجزء ده 4 طيب ايه برضو ازاي اجيب ال, ال, ال دي اي ديت لازم اوصل الجزء ده اللي هو الريديوس وصلت الريديوس بقى عندي هنا التراينجل اي ام دي رايت انجل ترانجل معايا اي دي ايكوالز فور ومعانا ده الريديوس اللي هو ايكوالز في الكويستشن 5 وكده معانا رايت انجل ترينجل، فاقدر اقول ان ام D equals the square root of 5 power 2 minus 4 power 2 أيوة اللي هي بيثاغورس هيطلع 3 سنتيمتر بس مش ده المطلوب المطلوب D E فبقول له بقى D اي e equals الريدياس كله M E كان 5 minus الجزء اللي حسبته فوق اللي هو 3 equals 2 سنتيمتر وكده المطلوب التاني. طيب. كويستشن 3 وده من كي EKB، بنك المعرفة المصري. سؤال بسيط جدا بيقول لي: Prove that CD CD is equal to ZL. أنا معايا تو concentric circles اللي هم ليهم نفس السنتر. المعلومة اللي في السؤال بتقول: إن uh, AE is كورد in the large circle and intersect the smaller circle at z and L، المعلومة بتقول: measure angle b equals measure angle e. هستفيد ايه؟ قال لي: لو measure angle b equal measure angle e، أيوة زي تانية إعدادي، فبنقول: since إن measure angle b equals measure angle e، therefore أقدر أقول دلوقتي إن in الـ side ab equals the side AE from the isosceles triangle ABE طيب وبعدين طب AB and AE are two chords in the larger circle two chords equal oh. and then since it's given that MX is perpendicular to AB and MY is perpendicular to AE and they are equal يعني two chords equal وفي perpendicular كده يعني دول نقدر نسميهم the distance therefore لو ال chord equal the chord يبقى the distance equal the distance ف from the large circle MX equals MY الجزء التاني هخش على ال small circle. في اللي small circle أنا عندي دلوقتي mx is already perpendicular to the chord CD وmy perpendicular to the chord ZL وهما equal يعني distance equal distance يبقى in the small circle therefore عندنا الcord اللي هو CD Equals الكورد اللي هو زد ال، استخدمت الكورالري وعكسها. شوف الكويستشن اللي بعده. بيقول لي: ام اند ان ار تو ديستانت اند كونجرانت سيركلز. و وكونجرانت. E is midpoint of MN. درو AE، ارسم AE او مرسوم intersecting the circle. المطلوب الاول بيقول لي: prove that AB الجزء ده equals DC. هما دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن تو كوردز ان ذا سيركل، والتو سيركلز كانوا congruent طيب كورد وكورد وتو congruent سيركلز عشان الكورد يكون ايكوال للكورد لازم الديستانس تكون ايكوال للديستانس. طب فين الديستانس يا مستر؟ انا ارسمها بقى. يبقى انا اعمل وسيله المساعده بتاعتي هرسم الديستانس الاولى وارسم الديستانس الثانيه. ادي الديستانس الاولى وديستانس يعني بيربنديكولار وادي الديستانس الثانيه اللي هي بيربنديكولار. طيب ممكن نسمي دي مثلا اكس وهنسمي دي واي تعالوا بقى نشوف هستفيد ايه طيب انا لسه ما اعرفش ان الديستانس قد بعض ولا لا انا عايز اوصل ان الديستانس قد بعض وبالتالي الكورد هيكون قد بعض طيب الجيفن اللي في السؤال ان اي is midpoint of MN يعني عندي السايد اللي اسمه اي ام ايكوالز اي ان وعندي كمان ميجر الانجل هنا 90 and 90 يعني الانجل دي 90 والانجل دي 90 يعني measure angle ام واي اي angle ميجر انجل اللي هي ان اكس اي ان اكس اي وبكده which is equals 90 ديجري طيب عندي ايه تاني؟ انا عندي 90 وعندي السايد ان اي ايكوال سايد اي أم. ام عندي كمان الانجل دي ايكوال الانجل دي اللي هم Vertically اوبوزيت انجلز Vertically اوبوزيت انجلز تمام وبالتالي يبقى الانجل التالتة ايكوال الانجل التالتة ايه ده بيفكركم بايه ده بالكونجرنت ايوه يبقى اكمل طبعا ان ميجر انجل اي اللي هي ان اي اكس ايكوال ميجر انجل واي اي ام انجل ايكوال انجل طب كده أنا من المعلومات دي طلعت إن the triangle is congruent to the triangle. the triangle الأول ليكون مثلا اسمه M Y E is congruent to the triangle N X E. طيب هستفيد ايه هستفيد إن M Y equals N X. يعني M Y equals nx إكس إم و إكس كانوا distance يعني perpendicular distance equal distance يبقى الكورد equal الكورد وبالتالي وصلت اللي انا عايزه ان a ب equals سي طيب وعشان اوصل المطلوب التاني طيب انا عايز اعمل proof ان ال e هي الميد بوينت of ان ام طب عشان اوصل لدي والاي دي اوتسايد the circle كل اللي انا اعمله ان انا يعني هنساعد كده ونقول هنوصل مثلا ان دي ونوصل كمان اي ام ان دي واي ام طيب انا عندي اصلا ان اي e is the midpoint يعني انا عندي ان E equals ام E وعندي الانجل ايكوالز الانجل طيب الجديد بقى كمان ان انا كمان معايا ان ان طيب دي ايكوالز اي ام طب دي جبتها منين يا مستر جبتها من ان two circles are congruent وبما انهم congruent they have the same radius اصلا ده كل واحد من دول ده radius وده radius طيب انا كده معايا سايد وسايد والانجل والانجل وبالتالي the two triangles are congruent أني بقى two triangles المرة دي كبرنا triangle شوية فنقول the triangle الأولاني اللي اسمه A M E is congruent to the triangle الثاني اللي هو D N E وهستفيد من ال congruent of triangle in الجزء ان اي دي ايكوالز اي اي يعني اي e از the midpoint بوينت اوف اي دي وبكده اكون وصلت لاخر حلقتنا النهارده رجعنا على ذا فيرست فور ليسنز ان اللي شرحناهم قبل كده وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده ونكمل شكرا <applause>